زين نتناقش فيها الان. حلوين من هنا. ايوه حلو 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 مكان تمام. صلوا على لا نبغى نقسم شباب. لا لو لذ من طعمه. حبيب اخوك شوف 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 لا علي انا بالله عليك وعليك امر. انا احب قربك تدري والله اني اموت بقربك انت يا اخي. انسان قربك سعاده طاقه ايجابيه. بس فهمتها فهمت انت يعني تعرف في درجات وفي سحب. ترى مرتين لا قم ما تقوم تقوم قوم استريح. شوفوا خلوها اليوم نبغى نوزع اليوم ونبغى نعلن. جينا عشان نوزع المتاجر واشتقت لكم. نبغى يا جماعه الخير اليوم وشو نبغى نخليها ريالتي اي توزيع نقاط وتوزيع متاجر او اعلان عن نقاط وتوزيع متاجر في ريالتي بدون مسرح ازعاج رسميه. وفجاه اثنين بالليل انا اول مره انا ما نصدق نفسي اني اثنين بالليل اصلا. بس لا غريب على ثلاثة تعجبني. كيف حالك؟ خلصت من جوالك؟ طبعا عبد العزيز مسافر من اليوم على جواله لقيه. ليه؟ مخمج هذا مقدم لي حسبي الله عليك. ترك قد الله يرحم والديك الله يبيض وجهك. طيب صلوا على النبي. الشباب وينهم؟ يلا بالله عليكم نادوني الشباب. يلا خلاص استريحوا. أول شيء الله يمسيكم بالخير أو صبحكم بالخير. وقبل كل شيء نعيد ونكرر ونبارك للمنتخب الحمد لله والشكر انه فاز باذن الله وعقبال باذن الله النهائي يا رب العالمين. الان خلاص راح للنصف النهائي ان شاء الله باذن الله تعالى. فلذلك قلنا نجي نبسط معاكم اليوم. بس باقي الشباب وينهم؟ موجودين ولا مو موجود؟ الصاحب يجي. طيب بالله صح تعجبنا انت مدقق كثير انت والله راشد. فارس وين الشباب يا فارس؟ يلا يا شباب. كان في خربان كمبيوتر الاداره ليه مو معجب كل وقت يا نواف؟ ليه هو نواف طلع الوقت؟ يحق لنا نجيب اللي نبي يا اخي. لو بجيكم بعد صلاه الفجر احمد ربكم اجيتكم على الشباب. انا والله 100% والله لو انا جاي لحظه لو انا ما اشتري اسمعك عندي الاداره واسمعك. ليش خلصت علي؟ ان معك جوال؟ بعد معكم جوال طيب وش فيها؟ الإدارة معطيني مين كان واقف عندي يا شباب؟ ترى الإدارة عطوا أخوياكم جوالات وأنتم ما عطوكم روحوا.